العبارات المفيدة句型 إلى تسمى الأمر أو بي 遵守 على الطالب أن يلتزم نظام الجامعة كما يلتزم المواطن قانون الدولة 学生应遵守学校制度，同样公民遵守国家的法律。هل من الضروري أن تلتزم الدولة بتعيين مئات الآلاف من الخريجين كل عام؟ 国家有必要负责成千上万毕业生的分配问题吗？ كان الطبيب لابد أن يمر على المريض كل يوم التزاما بنظام المستشفى 按照医院的制度，医生每天必须查房。قال الرئيس أنور السادات إننا ذهبنا إلى كامب ديفيد ملتزمين بكل مواسك العربي والدولي 安瓦尔·萨达特总统说：“我们去戴维营，会遵守所有阿拉伯和国际公约。”Hassa fulanan ala al-amri，鼓励催促，tahussuni ummi ala al-musharakati fi nashatati al-thaqafiyya wal-ijtimaiyya al-mukhtalifa。费了奥特兰，我的母亲鼓励我参加不同的暑假社会文化活动。أرغبت في العمل في سلوك الدبلوماسية، تحثني على إتقان عدة لغات مختلف العلوم والمعلومات。从事外交事务的渴望，激励我掌握几门语言和不同的信息知识。يجب أن يكون لنا هدف في الحياة يحثنا على بذل جهود مضاعفة من أجل تحقيق 生活中，我们应该有目标，以鼓励我们付出加倍的努力去实现它。لما أظلمت السماء خافت فاطمة فحثت خطاها إلى البيت 天黑了，法蒂玛害怕而加快了回家的脚步。إسرى كذا أو على إسرى كذا 因为由于 النهار قائد القوي العظيم إسرى هزيمة فاتحة 强大的领袖在惨败后倒下了。فاتن نهارو أليا إسلي مطر عزير استمر 3 أيام متوالية 连续3天大雨导致河水泛滥。ليس من المعقول أن يتخاصم صديقان إسرى خلاف بسيط 朋友为了一个小的分歧吵架是不理智的。دخل أولياء الأمور القاعة وعلى أسرهم الطلاب والطالبات 父母进了大厅，学生们跟在他们的后面。اشترط كذا على فلان وفي الأمر 给某人的规定，اشترط الأب على ابنه عدم مشاهدة التلفاز غير يوم السبت والأحد 父母规定儿子除了六日不准看电视。اشترطت مصلحة الجمارك العامة وفي المشروبات المستوردة أن لا تحتوي على الكحول 海关总署规定，
进口饮料不得含有酒精。Yustarito si suena a todo adoyeti an takuna mutabigata lil muasifati suhiyeti la alamiya。制药工业被规定要符合世界卫生标准。Wa figura isu alia antajali intihabatun horrotun mustaritun an tatawakafa alhamlatu dudda。领导人同意进行自由选举，条件是停止对他的攻击。Il temas kaza， 寻找开发。Anti daiman tualigina ihmalak ala zorof， 我非库里马拉丁塔勒塔米西纳马兹拉。够了，你总是把你的疏忽归结于环境。每次都找借口。Lama afaga sekran hajara min nafsihi wa iltamas al-afwa min ashabihi wa jirani。 当醉汉苏醒时，他感到十分惭愧，并寻求朋友和邻居的原谅。 Gata atil ajuz masafatan dawilat ala lagadamayni فإلى تمسات مكها تستطيع أن تشرب شيئا فيه وتستريح قليلا。 老人走了很长一段路，他找到一间咖啡屋，能够在里边喝点东西和休息一下。 ضاقت حياتهم بعد أن مرض أبوهمفالتمس الاخ الكبير عملا في المزارع بعد المدرسه。 爸爸生病之后，他们的生活变得拮据，于是大哥课余时间在农场找了份工作。 ادى كذا 算作认为 ما زلت اعدك صديقا لي ماكل ما حصل بيننا من سوء تفاهم。 我仍然认为你是我的朋友，哪怕我们之前发生过误解。 يعد الدخل السياحي من أهم مصادر الاقتصاد لهذا البلد。 旅游收入被认为是那个国家的最重要的经济来源。 قتل أثناء الحرب عدد لا يعد ولا يحصى من الأبرياء。 在战争期间有不计其数无辜的人被杀死。 ما هي إلا دقائق معدودة حتى أنها زيارته خوفا من إزعاج صاحبي。 因为害怕打扰主人，只是短短的几分钟他就结束了拜访。 تضمن الشيء 包括 يتضمن شعار الأولمبياد خمس حلقات متداخلة يمثل خمس قارات。奥运会标志包括五个互相嵌入的圆环，代表着五大洲。تتضمن جولة زيارة التي سيقوم بها الرئيس ست دول متوسطة بما فيها تونس。 领导人将出访六个中等国家，其中有突尼斯。阿里图瓦菲古纳阿里安纳哈的高里也特顿曼哎昨天我黑卡曼。你难道不同意这话里面包括瞬间和哲理吗？他顿曼哈的 kitab， 就是安
يحلل فيه الكاتب نفسيات الشباب مدمنين على شبكة الإنترنت. 这本书有一部分是作者分析青少年上网成瘾的片段。